لتستقم معكم. منرحب فيكم عن جديد في الحلقة الثانية من برنامج شروحات في الصوم. بهاي الحلقة رح نحكي سوا عن قداس السابق تقديسه. في هاي الحلقة الخاصة بسعدني وبشرفني انه نستضيف قدس الأرشمندريت بنيديكتوس كيال. مساء الخير أبونا. مساء الأنوار أبونا. بدنا تحكي لنا بداية عن ما هو قداس السابق تقديسه. مساء الخير أخ جريس، مبسوط أني أنا معكم. هذا أول شيء. ثاني شيء برضو الموضوع هو موضوع جدا مهم، كثير في تساؤلات في هذا الموضوع، فكويس أنه نحكي في موضوع السابق تقديسه اللي هي ترجمة لكلمة بريزماني، السابق تقديسه أو اللي تم تقديسه من قبل. فهذا معنى كلمة بريزماني، إنه السابق تقديسه. شو يعني السابق تقديسه؟ شو هو اللي تم تقديسه؟ احنا عم نحكي عن إنه تم تقديس الخبز والخمر في داخل القداس، قداس يوم السبت أو قداس يوم الأحد، حتى إنه يستطيعوا المؤمنين يتناولوا القدسات اللي هي جسد ودم الرب يسوع المسيح خلال أسابيع الصوم المبارك. باختصار أبونا، حابين نعرف منك ليه الكنيسة ليتورجيا رتبت قداس السابق تقديسه في الصوم الأربعيني، ومتى يقام خارج إطار الصوم الأربعيني؟ أخ جريس، لازم أول شيء نميز شيء كتير مهم، اللي هو أنه محور حياة الإنسان المسيحي بتمحور وبيدور حوالين جسد ودم الرب يسوع المسيح، المناولة المقدسة في داخل سر الشكر الإلهي. وإحنا بنعرف إنه سر الشكر الإلهي لا يتمم إلا في داخل القداس الإلهي، وبالتالي أهم شيء في العبادة الجماعية وفي الشركة الإلهية والشركة مع الإخوة هو القداس الإلهي اللي بيتمم فيه سر الشكر الإلهي، وبيستطيع في المسيحي أنه يتناول جسد ودم الرب يسوع المسيح. في داخل أيام الصوم الأربعين المقدس وفي أسبوع الألام المقدس، منلاحظ أنه الخدم بتختلف، منلاحظ أنه الخدم كلياتها خشوعية، فيها توبة وفيها حزن، وبالتالي كان قرارات الكنيسة والمجامع والقوانين أنه لا يتم إقامة الخدم، خدمة القداس الإلهي في داخل أيام الأسبوع ما عدا السبت والأحد اللي هو يوم الرب. فمعناته السبت والأحد دائما يتمم القداس الإلهي اللي في داخله سر الشكر الإلهي، حتى يستطيعوا المؤمنين أنهم يشتركوا في المناولة المقدسة. ولكن في داخل أيام الأسبوع، لأنه في إلها هذا الطابع الخشوعي، هذا الطابع الحزن، هذا الطابع اللي بيقدم فيه الإنسان التوبة والجهاد الروحي، الكنيسة ارتأت أنه الطابع القداس الإلهي هو طابع فرح، طابع قيامة وانتصار، وبالتالي خلت بس أيام القداس الإلهي للسبوت والأحد، وجعلت باقي أيام الأسبوع إنها تكون أيام صوم، تخشع، تعبد وتوبة. ولكن لحاجة المؤمنين إنهم ما يبتعدوا عن المناولة، فارتأت الكنيسة إنه يكون في خدمة يستطيعوا فيها المؤمنين إنهم يتناولوا جسد ودم الرب
داخل أسابيع الصوم المبارك أو داخل الأسبوع العظيم اللي هي التنين والتلاتة والأربعة والخميس. في داخل الأسبوع العظيم التنين والتلاتة والأربعة. طبعا كان في جانب تاريخي، لأنه تاريخيا ما بننسى أنه من القرون الأولى كانوا المؤمنين متعودين أنهم يحتفظوا بجزء من الجسد والدم يخدوه معهم على البيت حتى يستطيعوا أنه يتناولوا منه فرديا في المنازل، أو يناولوا منه اللي عندهم حاجة من المرضى وإلى آخره. ولكن ارتأت الكنيسة مع التقدم ومع العصور اللي مرت على الكنيسة أنه يكون في خدمة جماعية بتجمع الكل في داخل الكنيسة، وبيستطيعوا أنهم يتمموا هذا الشيء اللي هي المناولة الإلهية. فارتأت أنها تسوي أو تقيم خدمة القداس السابق تقديسه. أبونا، بدي أسألك عن كاتب هاي الخدمة أو اللي عمل الترتيب قداس السابق تقديسه. وبدي أبونا بعد إذنك كمان، لأنه إحنا منصلي بالجمع صلوات الساعات مروراً بالغروب بعدين على القداس السابق تقديسه. إذا ممكن نحكي هذا الترتيب، يعني كيف عم بيكون؟ أخجر يسهل الترتيب. في كتير مصادر تاريخية بتحكي، لأنه من القرون الأولى زي ما حكينا كان المؤمنين متعودين أنهم يمارسوا هذه العادة في أيام الصوم خاصة، اللي بعض المصادر التاريخية بتذكر أنها ظهرت في القرن الخامس والسادس في أنطاكيا، بعدين انتقلت للقسطنطينية اللي القسطنطينية استعملتها بشكل أوسع وأكبر. في مصادر تانية بتقول إنها كانت أصلاً موجودة في أورشليم، وبعدها ومن أهم المصادر هي الراهبة إثيرية السائحة اللي حكت عن الأماكن المقدسة والخدم اللي كانت تصير في الأماكن المقدسة بشكل عام. وفي مصادر أخرى نسبت الخدمة الحالية اللي إحنا بنقوم فيها للقديس بابا روما غريغوريوس الثيولوغوس. ففي أكثر من مصادر، ويمكن مش مهم مين كاتب الخدمة أو كيف وصلت الخدمة حتى تطورت حتى وصلت لهاي الشكل اللي احنا بنشوفه هلا، ولكن المهم هو اشتراك المؤمنين وأهمية المناولة المقدسة في حياة المؤمنين حتى ما يبتعدوا عنها. يعني ما بننسى قول القديس باسيليوس الكبير لما كان بيحكي عن تلاميذه وكان مستاء انهم ما بتناولوش كتير خلال الاسبوع، فلما سألوه ليش كم مرة بتناولوا فقالهم خمس مرات في الاسبوع انا مش راضي. فبالتالي كانت المناولة في حياة المؤمنين هي جزء رئيسي من حياتهم، مش بس الروحية ولكن حياتهم اليومية. فبالتالي من هناك نبعت أهمية وجود قداديس أو خدم إلهية يستطيع فيها المؤمن أنه يشترك بالجسد والدم الإلهي. بالشكل الحالي اللي احنا بنقوم فيه بالقداس الإلهي، بنلاحظ أنه بيسبق القداس الإلهي صلاة الساعات اللي هي بتحضرنا أنه نفوت بجو القداس الإلهي الساعة الأولى والثالثة والسادسة والتاسعة. وزي ما بنعرف أنه الصلوات هي في إلها رموز، يعني الساعة الثالثة هي الساعة اللي حل فيها الروح القدس على التلاميذ، الساعة السادسة هي صلب الرب يسوع المسيح، الساعة التاسعة هي الوقت اللي أسلم فيه الرب يسوع المسيح الروح على الصليب. وبالتالي إحنا بنتذكر كل هاي المراحل، بالأحرى إحنا بنعيشها، هذه الكلمة المناسبة أكثر، إحنا منعيش كل هاي مراحل حياة الرب يسوع المسيح على الأرض حتى نفوت في جو القداس الإلهي، أو نستعد ونحضر نفوسنا وأجسادنا إنه نفوت في داخل القداس الإلهي واستقبال جسد ودم الرب في داخلنا. أبونا، بقداس السابق تقديسه منحس إنه في رموز أو طقوس ليتورجية مختلفة عن القداس الإلهي، من أبرزها لما الكاهن يطلع من المذبح. بدنا نفسر أكثر شو اللي عم بيصير.
وبدنا كمان أبونا نحكي عن الموعوظين، لأنه هاي العبارة تذكر بالقداس، بدنا نعرف أكثر مين هم الموعوظين وليش كمان الكنيسة بترجع بتذكرهم حاليا. أوكي، هدول سؤالين. يس. طيب أهم شيء بيميز القداس السابق تقديسه في هاي الخدمة إنه ما بيتم تقديس القرابين في هاي الخدمة. يعني أهم عنصر في هاي الخدمة اللي هو بيختلف عن باقي القداديس، اللي هو القداديس اللي احنا متعودين عليها، قداس القديس باسيليوس أو قداس الذهبي الفم، لأنه بهدول القداديس القرابين اللي بيقدمها الشعب، الكاهن بيقدمها لربنا، وبحلول الروح القدس بتتقدس وبصير جسد ودم المسيح. ولكن في السابق تقديسه زي ما قلنا احنا بناخد الجسد والدم اللي تم تقديسه، اول اشي التقدم اللي تم تقديمتها في القداديس السبت والاحد بحلول الروح القدس في داخل هاي القداديس، بيتحول الخبز والخمر لجسد ودم الرب يسوع المسيح. وملاحظ انه في القداس لما الكاهن بيطلب وما يعني ما بيستعمل صيغة الجمع للخبز، يعني ما بيحكي واجعل هذه الخبزات، ولكن وصنع هذا الخبز، لأنه جسد المسيح هو واحد. ولما بيرفعهم بقول القدسات للقديسين، بيمسك كل القدسات الموجودة، إن كان محضر لقداس أو اثنين أو لثلاثة، قديش كان محضر بيرفعهم كلهم وبيحكي القدسات للقديسين. ولكن لما بيحط في الدم الإلهي، لما بيكسر وبيحط في الدم الإلهي، بيستعمل حمل واحد اللي هو رح يتناوله منه المؤمنين، إن كان قداس السبت أو الأحد. وباقي القداديس، باقي الأجساد بتحفظ في صندوق خاص على المائدة المقدسة، بيوضع فيه الجسد في المقلوب على المائدة المقدسة، حتى إنه يستعمل في القداس السابق تقديسه في داخل الأسبوع، إن كان أيام الأربعاء أو الجمعة، أو إذا كان في أعياد قديسين في داخل هذا الأسبوع. فهذا أهم اختلاف بين القداس السابق تقديسه والقداديس المعروفة لإلنا. وما بننساش إنه في القداس السابق تقديسه هي عبارة عن خدمة الغروب لهذاك اليوم. فخدمة الغروب دخل عليها إنه صار فيها جزء خاص لتحضير الجسد اللي كان متقدس يوم الأحد، حتى إنه نقدمه للمؤمنين حتى إنهم يتناولوا في داخل هذا القداس. هدول أهم عنصرين موجودين في القداس السابق تقديسه. يعني ما فيش تحويل للخبز والخمر، ما فيش كلام جوهري، ما في تقديس، لأنه تم تقديسهم سابقا، وإنما في مناولة. وهذا هو هدف القداس، إنه يتقدم المؤمنين المستعدين بالصوم والتوبة والاعتراف وإلى آخره، حتى إنهم يتناولوا جسد ودم الرب في داخل هذه الخدمة الإلهية. أبونا، قبل ما نحكي عن الموعظين، بدي أسأل بس عشان بهذا الشق، ليه الكنيسة بتطلب لما يطلع الكاهن في القدوسات إنه يكون في ركوع؟ هاي النقطة يعني إذا ممكن تحكي لنا عنها أكثر. هلأ منلاحظ إنه بالقداس السابق تقديسه في مرحلتين لنقل الجسد، لأنه زي ما قلنا يحفظ الجسد في داخل علبة خاصة، صندوق خاص على المائدة المقدسة. هلأ بعد ما يبلش الكاهن مباركة هي مملكة الآب، بتقرأ مزامير الغروب، بيحكي الكاهن الطلبات السلامية وأفشين الغروب. وفي هاي بعد ما يخلص الطلبات السلامية وما بين أفشين الغروب، بيخرج الكاهن جزء، مش جزء، الحمل كله من الصندوق، وبيضعه على الصينية المقدسة على المائدة المقدسة، وبيحمله من المائدة المقدسة وبيروح فيه للمذبح المقدس. هذه أول مرحلة. هلأ في المرحلة الثانية اللي هي
في المرحلة الثانية بعد قراءة الإنجيل إذا كان في إنجيل في هذاك اليوم، منكون طبعا رتلنا اللي تستقم صلاتي، وبيرتلوا الجوقة بترتل بدل التسبيح الشيروبيمي بترتلها إن القوات الملائكية. الكاهن بينقل القدسات من المذبح بيرجعها على المائدة، ولكن بيخرجها برا الهيكل وبيفوت فيها من الباب الملوكي وبيرجعها على المائدة. هلأ ليش بنركع؟ بكل بساطة لأنه الكاهن بيحمل جسد ودم الرب، يعني هو مش عم بيحمل تقدمة، هو عم بيحمل الجسد والدم اللي هي المناولة. فمشان هيك مشان نضل متذكرين هذا الشيء تخشعا واحتراما لمرور المسيح أمامنا، فالشعب بيركع حتى يمروا القدسات ويوضعهم الكاهن على المائدة، بيكمل الطلبات، بيحكي الإفشين، وبعد هيك بيصير جاهز للمناولة. نعم أبونا. الموعوظين. هلا في شغلة لازم نتذكرها، إنه الموعوظين كان في لهم مكانة كبيرة في الكنيسة الأولى، لأنه كانوا الموعوظين اللي هن بيستعدوا، اللي هن المستعدين للمعمودية، فكانوا بيسموهم المستعدين للمعمودية أو المستعدين للاستنارة، لأنه في المعمودية منستنير، منأخذ نور المسيح، منأخذ المسيح نفسه، فبالتالي نلبس المسيح. فبالتالي أطلقوا عليهم هذا الاسم بأنهم هن المستعدين للاستنارة، اللي هن الموعوظين، يعني اللي هن خضعين للوعظ والتعليم. وكانت في الكنيسة الأولى الوعظ والتعليم يكون من الأسقف، اللي كان يكون من بعد ظهر كل يوم، من بعد الساعة الثالثة، يعني بعد ما يسووا الساعة التاسعة، بعد ما يصلوا كانوا المؤمنين الساعة التاسعة، يكون في الوعظ للأسقف حتى يعلم الموعوظين اللي عم بيستعدوا للاستنارة للمعمودية اللي كانت في يوم سبت النور. فكانوا أصلاً سموه سبت النور لهذا السبب، لهدول السببين. أول إشي لأنه كانوا مستعدين للاستنارة يأخذوا النور يتعمدوا، وفيضة النور في القدس في كنيسة القيامة، فلهدول السببين كان اسمه سبت النور. يعني مش بس لأنه كانوا يشوفوا النور المسيح من قبر الخلاص، ولكن لأنه كمان المعمدين كانوا يتعمدوا في هذاك اليوم. فارتبطت الخدمة بهذا الوضع اللي كان موجود بالكنيسة، اللي هو كانوا بيحضروا فيهم المستعدين للاستنارة. مشان هيك منلاحظ انه القراءات الموجودة في داخل القداس السابق تقديسه هي عبارة عن مواضيع الوعظ والتعليم اللي كانوا بيستعملوها الأساقفة حتى يعلموا الموعوظين. عشان هيك منلاقي القراءات هي من سفر تكوين ومن سفر أمثال، اللي بتحكي عن الخلق، آدم وحواء، السقوط، إبراهيم وذبيحة إبراهيم وإسحاق، يعقوب، إلى آخره. فكل هذه كانت التعليم اللي كانت مفروض أنه تعطى للموعوظين حتى أنهم يتعلموا الإيمان ويعرفوا الرب يسوع المسيح اللي راح يلبسوه في داخل المعمودية، وتوصلهم بشارة الخلاص وقيامة الرب يسوع المسيح في سبت النور. لساتنا بنذكر الموعظين، مع انه في كتير بقول لك خلص بطل في موعظين، احنا كلنا تعمدنا والى اخره. هلا في شقين، احنا مرات لما بنحكي هذا الشيء هو غلط، لانه كيف بنقول انه ما في موعظين؟ مش احنا لسه عم نعمد اولادنا؟ معناته اولادنا لسه ما تعمدوا، هن في مرحلة الوعظ، حتى لو انهم اشهر عمرهم، ولكن هن عم بيستعدوا للاستنارة، عم بيستعدوا للمعمودية. وبالتالي الأفاشين الجميلة اللي بتنقرأ في داخل قداس سابق تقديسه، اللي بطلب فيها الكاهن من ربنا إنه ينور المستعدين للاستنارة حتى إنهم يستقبلوا المسيح، يلبسوا المسيح، حتى إلى آخره. كل هاي الأفاشين هي صلوات بيرفعها الكاهن عن الشعب حتى ربنا انه يعني يساعد الموعوظين والمستعدين للاستنارة. فاولادنا المش معمدين
بيليق لهم انه نصلي لهم هاي الصلاة. هذا واحد. اثنين، حتى احنا كتير مرات المعمدين احنا بحاجة حاليا لساتنا للوعظ، بحاجة للإرشاد، بحاجة للتعليم، مع انه تعمدنا بس كتير مرات احنا بحاجة لساتنا للوعظ. مشان هيك لحد الآن بتلاحظ انه في الكنيسة في اجتماع العائلات، في اجتماع الشبيبة، في بيصير محاضرات أسبوعية أو دورية، بيصير مرات لقاءات معينة في مواضيع إن كانت روحية أو اجتماعية أو طبية. هذا كلياته جزء من الوعظ والتعليم اللي بتقدمه للكنيسة، مش بس للموعوظين ولكن للمؤمنين اللي دايما بحاجة هن حتى إنهم يتعلموا عن المسيح، وإذا كانوا ناسيين بتذكرهم، وإذا كانوا ما بيعرفوا بتعلمهم. فالموعوظين في أيام الكنيسة الأولى مزبوط مش موجودين هلأ، ولكن في موعوظين تانيين اللي هن حكينا عنهم هلأ. أوكي. فلهذا السبب. تمام. مشان هيك ما منختصرهم، يعني ما منشيلهم من قداس السابق تقديسهم. وهم موجودين كمان. في موجودين بقداس يوحنا الذهبي الفم، لأنه على كمان بيؤمن بإله واحد على الأبواب. الأبواب. نعم. برضو. نعم برضو في لهم جزء نعم موجود اللي هو. نعم بعد الطلبات الإلحاحية قبل خروج التقدمة في الدورة الثانية موجودة طلبات الموعظين وإلى آخره. كثير مرات بنقرأهم إحنا في الهيكل سرا أو مرات بنقرأهم علنا، ولكن موجودين. نعم. ولكن في القداس السابق تقديسه لا، بنقرأهم علنا كلهم. شكرا أبونا، كان لقاء جدا مهم، فيه معلومات جديدة ومهمة. نشكرك على هذا الشرح الوافي، وشكرا لك، وصيام مبارك أبونا. حبيبي جريس، شكرا لكم، يعطيكم العافية. حكينا باختصار، ولكن هو الشيء بهم كل مؤمن، ولازم الكل يتذكره أنه أهمية المناولة المقدسة في حياة كل واحد فينا. ولهذا السبب القداس الإلهي يقام، ولهذا السبب القداس السابق تقديسه موجود في داخل الصوم، ولهذا السبب نحن مدعوين دائما للاستعداد قدر المستطاع حتى نكون مستعدين للمناولة الإلهية، وما نبعد عن هاي الشركة اللي هي الشركة الإلهية والشركة مع الإخوة اللي كتير مرات منتهاون فيها أو منطنشها بالعربي، أو بتكون مش مهمة بالنسبة لنا. ولكن هذا بذكرنا قديش كانت مهمة في كل عصور الكنيسة لحد أيامنا هاي، لأنه الشركة هي اللي بتجمعنا مع الله ومع الإخوة، ومنكون هيك مسكن لله. فيعطيكم العافية، وربنا دائما يعطيكم كل بركة، ويكون صوم مبارك وفصح أمين. مجيد للجميع. أمين أمين. مشاهدينا، إحنا هيك وصلنا لنهاية حلقتنا. بندعو كل واحد فيكم إنه يشترك بالأسرار الإلهية، ويكون دائما موجود بالكنيسة بكافة قداديسها. والله معكم، وتصبحون على خير.